يقول: في آخر أيام الحج عندما عزمنا على السفر وقمنا بجمع العفش، وكان بجوارنا عفش آخر وأخذناه معنا، وعندما وصلنا إلى بلدنا وجدنا هذا العفش الذي ليس لنا، وهو عبارة عن 3 بطانيات وشنطة فيها أدوات امرأة وترابس ماء صغير، هل نذهب بها إلى الجمعية أو نتصدق بها عن صاحبها؟ إذا كنتم تعرفون صاحبها فلا بد من ردها إليه، أما إذا تعذر عليكم معرفة صاحبها فإنكم تتصدقون بها على نية الأجر لصاحبها.